اهلا بيكم. بي تو سي ده اختصار بيزنس تو كونسيومر، او من بيزنس لمستهلك نهائي. في ناس بيسميها من بيزنس تو كاستمر، لكن الاصح هي بيزنس تو كونسيومر، وده مصطلح في البيزنس بنستخدمه عشان نوصف العلاقه او الاعمال اللي بتتم بين شركه من طرف وبين المستهلك النهائي من طرف تاني. يعني اي شركه بتصنع منتج او خدمه، او بتشتري منتج او خدمه بغرض انها ترجع تبيعها لمستهلك نهائي، فالنوع ده من انواع بنسميه بي تو سي بيزنس تايب.